عام التسامح في الإمارات، مبادرة عبقرية. عارفين ليه؟ طبعا الناس بتقول علشان نسامح بعض وعشان القيم الجميلة دي تبقى في المجتمع، وعلشان احنا محتاجين نزرع او نعيد بناء هذه القيم في المجتمع مرة تانية. بقول ايوة طبعا مهم جدا، بس من وجهة نظري بقى كمان اللي بيضيف اهمية كبيرة جدا لهذه المبادرة هو التسامح الشخصي. يعني ايه؟ يعني ازاي اني اسامح نفسي واقبلني زي ما انا، بعيوبي، بشكلي، بصفاتي، بحركاتي، بطباعي، بعاداتي، باخطائي، بقراراتي، باختياراتي، بكل الحاجات دي. ازاي اقبلني زي ما انا علشان اقدر بعد كده اخد خطوات واعمل تغيير واحقق اهداف. اعرف حاجة واعرفي حاجة، ان لو حضرتك مش مسامحة نفسك، لو انت زعلان من نفسك وبتتخانق معاها تقريبا كل يوم، في الحالة دي مش هتعرف تتبسط، مش هتعرف تعيش حياتك، مش هتعرف تحقق اهدافك، مش هتعرف تحل المشاكل اللي عندك. المفتاح هنا هو ايه؟ هو التسامح. كل سنة وانتم طيبين، سامحوا نفسكم قبل ما تفكروا في اي حاجة تانية عشان تعرفوا تحققوا اللي انتوا عايزينه، وعشان كمان تسامحوا الناس. سامح نفسك وسامح سامح نفسك.